It's the way so afraid, all alone They want her, don't go there There's creatures who are hiding in the dark Then something came creeping, it told her Don't you worry girl, I'll know everywhere I go My mama's around and I'll you know everything you've been know, dreaming of Just let me يلا يلا عشان ما نتاخرش على الست. انا متحمس قوي للبيت. ما تسئلهاش ان شاء الله هيعجبك انا وبابا شفناه وهيعجبك جدا. ايوه واسع وجميل. اه يلا بقى كبير جدا. يلا بس عشان ما نتاخرش على الست يلا. بس انتوا جبتوا فلوسه منين يا ماما؟ آه ده رخيص جدا يا حبيبي آه... ايوه يا حبيبي يلا هتشوفه هيعجبك جدا آه... ايوه طب يلا بس عشان ما نخش على الست ونخلص بسرعه مش قادره اصدق ان انا هحقق حلمي واعيش في قصر كبير زي ده آه... ايوه وكمان رخيص جدا وعلى قد فلوسنا وليه جنينه وكل حاجه بجد انا مش قادره اصدق ده حلمي من زمان جدا آه... ايوه الله يا ماما ده جميل قوي صح جميل قوي خبط انت بقى عشان الست تفتح ايوه انا هخبط على الست دلوقتي انزل يا ابني لما اشوف الموضوع ده فيه ايه اخيرا هخلص من البيت ده ايوه ايوه انا جايه ثانيه واحده اهلا 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 بالناس الجميله اللي جايه تشتري البيت اتفضلوا اتفضلوا منورين اتفضلوا آه. ازيك يا مدام اهلا اهلا يا استاذ اتفضلوا ازيكم عاملين ايه الحمد آه لله الحمد لله آه ايه الاخبار الحمد لله كويسين تحبوا تشوفوا البيت قبل ما تدفعوا الفلوس لا لا احنا شفناه كل والحمد لله عجبنا جدا لا 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 ما ينفعش لازم تشوفوه برضه عشان تتاكدوا ان انتوا مش هتدفعوا فلوسكم في حاجه غلط خلاص تمام عشان الولد يشوفه معانا كمان تعالى ايوه ايوه يلا تعالي. زي ما انتوا شايفين المطبخ معمول بستايل امريكي واسع جدا وتحفه وجميل وسفره كبيره وثلاجه قوي بيكل حاله نظيف فعلا وكبير وواسع جدا واعتقد يعني ده اكبر مطبخ اشوفه في حياتي بصوا كمان التلاجة جديده محدش حدش استعملها خالص تلاجة جميله جدا هي شقة دي رخيصه قوي ليه لسه كنت مثلا ما دام هي فيها المميزات دي كلها لسه لسه خلينا نتكلم في الموضوع ده في الاخر ده الشارع كمان نظيف تعالوا شوفوا دي حسن... الاكل تمام بصوا هنا بعدين نتكلم في موضوع بقى ان هي ليه رخيصه ايه رايكم في المريحه مع الديكور اللي حواليها حلوه جدا واو بجد هتجنن آه ازاي كل ده بالسعر ده واو انا نفسي في ده حتى لو فيها حاجه انا راضي كل العيوب انا هشتريها هكلمك على العيوب في الاخر اتفضل اتفضل بس طب تعالى يا تعالى يا ولد مش عارف طيب. ايه العيوب بس انا كده كده هشتري الشقه دي طيب مع يعني اوكي خلاص عادي والفيلا دي شكلها خطير طبعا ده الريسبشن بصوا عايزه اقول لكم ان الكنب ما تقعدش عليه حرفيا يعني, يعني كنب جديد لسه واضح عليك جميل قوي تفضلوا جربوا تفضلوا ايوه تعالى يا ولد ايوه فعلا مريح جاي. قوي ايوه مريح جدا فعلا امال ليه شقه رخيصه هنقول لكم في اخر بقى كمان بصوا الستاير بتبص على منظر جميل قوي ازاي اه ما شاء الله الفيلا دي جميله جدا اتفضلوا تعالوا شوفوا الجنينه بقى هتعجبكم جدا واسعه كمان جدا جدا فوق ما تتخيلوا اتفضلوا هو انت متاكده من السعر اللي حضرتك قلتيه ايوه بس 200000 ما تشتريش شقه ازاي تشتري فيلا بالمنظر ده يعني بقى اتفرجوا عليها بس طيب. واو جنينه تحفه آه... ايوه قوي ده انا هفضل العب فيها بس دي جميله قوي الله بص البيت اللي هناك آه الصغير ده عشان تلعب فيه آه ايوه حلو قوي إيه البيت ده جميل جدا الفيلا قصدي اتفضلوا تعالوا في الدور الثاني دي فيلا فيلا اه ايوه جميله تلت جدا ثلاث ادوار ايه كمان ثلاث آه. ادوار بس الدور الفوق يعني يعتبر مش يعني هو زي سطح كده او حاجه او فاهمين آه. آه. ما فيش مشكله برضو تعالو انا كده كده لازم اخلص في الشقه دي اتفضلوا اتفضلوا تمام اسانسير جميل كمان دي حاجه جميله جدا هتعجبكم بقى الدور التاني جدا تفضلوا تعالوا شوفوا الحمام الاول تمام تمام تعالوا طبعا الحمام برضو معمول على ستايل امريكي وحتى على الالوان الديزاين بتاعته برضو امريكيه ايوه هادي قوي حلو قوي جميل وخصوصا آه. المرايات دي تحفه والانوار لا جامد قوي. قوي حلو قوي حلوة جدا وفي غسالتين كمان بصوا البيت خ... الصراحة جميل جدا اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اه هو في لسه تاني الاوض بقى بتاعت النوم وكده يبقى بس في مشكلة دلوقتي انتوا معاكم ولد وبنت ولا ولدين ولا بنت وولد ولا ايه؟, إيه؟ آه لا ولدين ايوه معانا ولدين اه طب تمام يبقى كده ان شاء الله مفيش مشاكل ليه؟ اتفضلي تعالي بصي في الاوضة دي اتعالي. تعالي 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 يا ولد جاي دي اولادي وحلوه جدا وجميله حلوه قوي الله أيوه. الله دي اوضتي اه أو دي هتبقى أيوه. اوضه الولد ايوه حبيب. دي حلوه قوي في بقى مشكله الاوضه دي اتفضلوا اتفضلوا تعالي ايه ده اه ما هي دي بقى المشكله ان اللعبه دي ما هتحاوليش تحركيها من الكرسي ده خالص آه ليه ولا حضرتك ولا اي حد عشان كده سالت عندكم بنت ولا لا عشان يعني يا ريت الاوضه كانت هتبقى مقفوله فهي دي الاوضه بس اللي هتقدروا قافلينها طول من ما انتوا هنا يعني ما, تجوش جنبها وما حدش يلمس العروسه ارجوكم ايه طيب ليه أ كده يعني اامل ليكم اتفضلوا تعالوا يعني ايه اامل لينا العروسه دي فيها حاجه آه لا 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 ما تخفيش ما تخافيش بس كده جو تعالي بس نشوف باقي الاوضه اوه واو دي حلوه قوي دي هتبقى الاوضه بتاعتكم كمان فيها سرير بيبي للولد اللي معاكي فاخره جدا الصراحه الله حلوه قوي الصراحه الاوضه دي فيها خيره جدا جميله عجبتني الاوضه جدا الله دي حلوه قوي الصراحه انا احنا لازم ندفع الفلوس دلوقتي اتفضلوا بقى معايا تحت تمام تمام لو سمحتوا قبل ما تدفعوا الفلوس كنت عايزه نتكلم عن الفروض آه ايوه روحي يا يوسف طيب دلوقتي حاضر حق... الولد يعني طب خدي الولد تعالى ايوه اتفضلي اتفضلي قولي اللي انت عايزاه حاولوا تبعدوا الولد على قدر الامكان من اللعبه وخصوصا الولد انتوا طبعا خلاص فهمتوا ان انتوا انتو مش هتلعبوا بيها او مش هتحركوها انما الولد ممكن يبقى فضولي ويروح يمسكها ويستكشفها ويلعب بيها حضرتك قلتي ان احنا في الاوضه ونخلص اه كمان في مفتاح الاوضه بس يا ريت يعني تاخدوا بالكم اتفضل ده مفتاح الأوضة ده شكله قديم قوي ما هو بيت قديم بس أنا صلحته يعني وبقى متظبط وكل حاجة فيه بقت جديدة جدا يعني دلوقتي ممكن يبقى في مشكلة ولا حاجة في البيت آه خلاص بقى آه المهم آه ايه العيوب اللي انت كنت بتقولي عليها آه هي دي بس العروسة بس مفيش أي عيب إيه تاني بجد؟ انت متأكدة؟ انت بتهزري؟ لا مش بهزر بجد هو العيب الوحيد ان انتوا بس تفضلوا بعيدين عن الأوضة دي يعني تمام طيب مفيش اي مشكله لكن اشتريت شقه اللي هي اصلا مفيش شقه بالسعر ده وخمس اوض ولا معرفش كم اوضه اتفضلي بس الفلوس ايوه ايوه تمام 200 الف جنيه مظبوط مظبوط ثانية أيوة واحد اثنين ماشي أيوة ميتين ألف جنيه تمام مزبوطين. طيب عن إذنكم بقى مبروك الشقة الجديدة اصح أه لازم تمضوا عقد انا مش هاخد فلوس وامشي كده تمام تمام خلاص نكتب ماما هو الستات لكم ايه اما كنت برا لوحدكم اه دي طيب بتقول لنا يعني الجنينه جميله وواسعه وقاعدة تقول ان البيت جميل وواسع وان هتلاقي العاب كمان في الاوضه بتاعتك وحاجات كتيره انا <applause> بجد <applause> اه وكمان كانت امي بقى تقول لنا الفلوس والاثار وكده يعني ماشي كمل لعبه انا عاجبني قوي الارنب اللي راكب في جزره ده تحفه ايوه ده جميل قوي جميل جدا <تصفيق> <تصفيق> خلاص كتبنا العقد وهي مشيت خلاص <applause> الله بقى بيتنا مع اني مش مطمنه اللي <applause> ده حلو قوي عروسه مني انت عبيطه مش هندخل الاوضه خالص احنا نسمع كلام من الست وانا كده كده خلاص قفلت الاوضه دي طب برضه يعني هي ليه مش عايزانا نلمسها يكون فيها حاجه مثلا او مسكونه مرعبه حاجه كده لو حد مات مثلا في الفيلا دي حتى لو احنا كده مش هنيجي جنبها وهي لنا ان احنا ما من على الكرسي اللي قاعد عليه وخلاص احنا مش هنحركها من مكانها ده حتى لو هي زي ما أنتي بتقول يعني الكلام اللي انت الغريب اللي أنتي بتقوليه ده طيب يلا يا عمر تعال ندخل جوه يلا عمر ماشي مش ولا ايه لا يا ابني احنا هنطلب اكل من بره بما ان ده اول يوم في البيت الجديد ايه ده بجد انا كنت قايمه يعمل اكل لا احنا هنطلب اكل من بره وانا وهعمل اللي انتوا عايزينه كله النهارده لان ده اول يوم في البيت الجديد اللي عجبني جدا ايوه فعلا البيت تحفه قوي ماشي يلا بقى عشان عين هتطلب ايه مش عارف قولوا اللي انتوا عايزينه وانا هجيبه على طول تاكل بيتزا الله ماشي خلاص انا كان عايزه بيتزا انت عايز ايه انا موافق وعجبتني قوي فكره البيت دي انا روح اطلبها اوردر دلوقتي اوكي انا كنت عايز اتنين مارجريتا من اكبر حاجه وسط احنا ثلاث شخصيات بس طيب واحده يعني واحده وسط هو في ايه يا محمود؟ انت مش حاسس ان بتاع البيت اتاخر قوي لدرجه ان يوسف نام. اه. مش عارف ممكن اه اتصلت ب- ب- بالفرع البعيد حتى لو ده بقالهم ساعة ونص ساعة ونص كان زمانهم جم حتى لو هم فين في بلد تانية انا هسعى نايم يوسف و لا أي... كده مش, مش هنعرف نصحيه لو لو بقى وهيدخل في سبع نومه لا لا خلاص اكيد مش هصحيه ياكل يعني لما يبقى يسحب اسخنها له تاني في الميكرويف اللي جوه مش هياكلها طاقة بس ومش هيفرح معانا في اول يوم كده عليكم ورحمه الله وبركاته جاءنا الان خبر عاجل تم اختفاء عامل توصيل لدى اكبر مطعم بيتزا في عالم توكا لايف وورلد ولا نعرف حتى الان مكانه ولا نعرف عنه اي شيء لقد اختفى في ظروف غامضه وهو متجه نحو المنزل البعيد المنزل البعيد على فكره احنا واحنا جايين للبيت ده ما خدناش خمس دقايق بس المشكله ده ان هم حاطين صوره بيتنا وايوه ما ما احنا فعلا ما, خمس دقايق واحنا جايين لغايه البيت ده هما ايه ايه الناس الكريبه دي وبعدين اي مش معقوله ايه معقوله بتاع البيت ده يختفي كده ايه ده وبعدين اللي بيتكلم بطريقه وحشه واكنه مثلا معروف عند كل الناس ايه البيت المنزل البعيد ده اللي هو بيقول عليه هو كده الناس كلها عارفاه يعني يلا يا حبيبي تسبح على خير بقى نام يا ماما هي كل الاوضه البيت ده لسه ما وجدتش لأ لأ نام بس ولما تيجي صحيك يلا تسرح على خير يا حبيبي ايه مالك في إيه؟, ايه لأ كنت بس مركز مع التلفزيون بيقول بيقولك المنزل البعيد وبتاع ولكن الناس كلها عارفة اللي هو بتاعنا وحطيت صورة البيت بتاعنا ليه ماله ايه اللي حصل ماله آه انا سبت الاحداث وحكيت غلط المهم يعني بيقول ان في واحد بتاع بيتزا آه قال ايه اختفى هو الدراجة النارية بتاعته اللي و... هي الموتوسيكل بتاعه يعني اللي هيكون السواق اللي كان جاي لنا ما هو اكيد انا بشكك بيه وبيقول لك ان هو بتاع اكبر محل بيتزا وفي عالم توك طب اختفى ليه ما هو ده اللي احنا اتصلنا بيه وجايبين صوره بيتنا يبقى هو بيتنا بس انا ما كنتش طب, ايه اللي حصل بس انا مش متاكد ان اللي انا اتصلت بيه ده اكبر واحد في عالم توك ابوك هو هو ايوه انا هديك رقمه هو طعمه جميل جدا الصراحه ممكن اقيمه احسن واحد يعني آه بس صحيح الرجل اللي مات ده هنعمل فيه أصدر. ايه ده الساعة 12 ده كده خلاص بقى احنا ننام ومش مهم الراجل لو جه بقى هياكلها هو ده لو هو جه يعني انا شكلي شك ان هو, هو شك فعلا شكلها فعلا مش جايه ايوه طب يلا بقى نطلع يبقى كلها هو حتى لو جه يلا انا كده خلاص لبست البيجامه اه ساقع ايه رايك ايه اللي انت حطاه في وشي مسك خطير حطيه بقى انا مالي يلا بقى طب انت عايز تحطي يعني ولا ايه تخمت بفكر تخيمت بقى طيب انا هنا مع الحرف اصل وشي هيتحرق قرب يتحرق قوي يلا في الانوار دي ليه كده طب ده كمان بيتقفل ايه ده ياه اقفلي دول كمان ايوه مش بعرف انقف في الضلمه بس اسكت يوه سكتي او تطلعي بره انا ما عايزه هو جامد فجاه كده ليه ماله بس يا حبيبي بس سكتي بس طيب طيب انا طالعه بره خلاص اطلعي بره سكتي بره انا نام لما ينام بيتعالى بقى انت مش راضي تسكت كده ليه في ايه؟ انا مش فاهمه اسكت بقى شويه اسكت ايه ده مين اللي بيرن الجرس دلوقتي؟ هروح اشوف مين 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 ايه ده مفيش حد دول هيلعب البيتزا ايه ده بيهزر بقى مش مهم اكيد مش هنصحيهم ياكلوا دلوقتي سيبها هنا والصبح نبقى نسخن اخيرا نمت يلا تعالى نطلع انا بقى اخيرا نمت حضرتك ماما 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 ايه ماما. <applause> يا ابني عايز ايه؟ ها بتعرف ان هي مشيت، ماما فين؟ عايز ايه امك الله؟ انا عايزه موجودة ايه? فين؟ إيه ده؟ هي مش هي قاعدة كانت تاني، استنى يا ابني هيطلع تحت ولا حاجة طيب ماما ما صحتنيش النهاردة ليه؟ تالين 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 أه الواد عايزه اه ايه في ايه؟ ماما الواد عايز. خدي تصرفي معايا بقى ده صحاني من النوم مالك يا حبيبي انا حلمت الحلم من نفسيتي ما تتفزع ما تتفزع انا كنت كده كده بغسل سناني وصحيك يلا ما تخفش يا حبيبي انا معاك اهو مش همشي سالس لسه ها كنت عايزه ايه؟ عارف ايه اللي حصل امبارح؟ ايه؟ لما صحيت من النوم هو ابنك كان بيعيط ايه؟ ايوه ايوه يونس لما انت كنت برا بره اه اه أه لما نزلت تحت فضل يعيط جامد قوي ومعرفش كان في ايه اكن أه حاجه وجعاه. يعني مش عارف تلاقي مش عارف المهم أه يعني. سكت مره واحده. ايه؟ ماشي. وبعدين الباب خبط او, أو رن الجرس بمعنى اوضح. رن الجرس طلع مين؟ فتحت الباب وبعدين ما, ما نزلتنيش ليه؟ تعالى تعالى شوف ايه اللي لقيته. طيب. تعالى إيه؟ لقيت دول. وبصراحه ما قدرتش امسك نفسي وفتحتها ولما فتحتها لقيتها بالمنظر ده مكتوب عليها هلب وفيها حته صغيره من البيتزا كده دي علبه بيتزا ايوه ما انا عارفه اهي بس مكتوب عليها هلب اهي علبه بيتزا بس مكتوب جواها هلب آه ايوه ايوه آه حاجه غريبه استني آه بس آه. مش فاهم ايه اللي فيها يعني وما لقيتش حد قدام الباب ولا كان صوت حد ولا صوت ماشي ولا ولا اي حاجه تلاقي الدليفري الحرام كلها طب وكلمه هلب لحظه واحده ايه ده. آآ عادي تلاقي الهالوين انت عارفه وان هو كمان الهالوين كان كان من كام يوم كده او لسه هيجي ده لسه ده احنا لسه في فتره الهالوين مش كده مش عارفه اعتقد دلوقتي لهوين أه طب مش عارف برضه هو ده اللي كنت عايزين فيه أه انت بتهزري اكيد يلا تصبح على خير بقى انت من اهله افتحي النور ولا افهم لا افتحي ايه ده إيه. شفت اللي انا شفته شفت ايه ولا حاجه ولا حاجه تصبح على خير العروس دي اتحركت ليه وبعدين هو ايه اللي فتح الباب عليها احنا قافلين الباب من امبارح تلاقيه بقى محمود بيهزر انا هقفل الباب وهمشي الاوضه بتاعتنا ماليش دعوه محمود محمود انت بتهزر ده تهزر يا محمود مولك ايه انت في حاجه ولا ايه بقول لك, خايفة بقول لك خايفة من امبارح نعم يا حبيبي نعم نعم انت مالكش فيه انت بقول لك خايفه من امبارح نعم وانت عمال تحرك العروسه وتفتح الباب بتاعها بتخوفني يعني عروسه مين نعم يا عبيط نعم يعني بقى انت عايز ايه يا العروسه دي واحده واحده واحد. العروسه اللي في الاوضه اتحركت قدامي اذا كانت شفتها ازاي باب مفتوح انا لسه قافله دلوقتي انتوا مين اللي فتح الباب؟ يعني انت لكم ما تحركوش مش انا مش انا انا بقول انا اللي شفت الباب مفتوح ااا أه. يوسف يوسف هيجيب المفتاح ازاي؟ وبعدين مش هيعرف حتى لو لقى المفتاح انا مخبيه اصلا حتى لو لقاه هيعرف يفتحه ازاي هو ما بيعرفش يفتح الباب بالمفاتيح اصحي اصحي ايه ده؟ هو انوار ما ليه؟ ايه ده؟ انت مين؟ ازاي العربية طلعت؟ ازاي العربية طلعت؟ ازاي العربية طلعت؟ انا, أنا, أنا بوينت آه! <applause> <sentences> ايه ايه في ايه؟ هو انت مجنونة ليه؟ لا 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 انت مجنون ايه <applause> ايه انت مجنونه حرصه ازاي حرصه طلعت عروسه طلعت ازاي عروسه, عروسة مين اهدي بس كانت هنا في الاوضه في حاجه هي مين دي العروسه اهدي بس وطوي صوتي انفزعتيني وزحتيني وفزعتيني يلا هننزل الشغل دلوقتي سلام يا بابا انا شويه كده عشان بس بقى عارف وهنزل السوق وهسيب الولاد هنا في البيت لوحدهم ماشي ماشي اديني عرفت يلا سلام سلام عشان انا نازله بقعد وانا نازله تمام ماشي خد بالك من اخوك ماشي سلام يا طنط اهني يا حبيبتي عايزه ايه في مساعده انا عارفه ان انت عندك بوين بوين إيه... إيه... ايوه انا بحبه خدي بالك بس منه ايه ايه الصوت اللي ده ايه اللي جابه هنا ايه اللي جابه هنا مالك يا تالين؟ انا شفت العروسه في السوبر ماركت انا متاكده المره دي ولما طلعت فوق العروسه مش في مكانها انت وديتها فين؟ عروسه؟ العروسه اللي في الاوضه؟ ايوه انت وديتها فين؟ ما وديتهاش في حته هي في مكانها. ااا شوفي انت انت شكلك بتحلوسي. انا بقول لك العروسه مش في مكانها تلين انا مش فاضل الهبل اللي انت بتقوليه ده. <applause> انا مش بهبل العروسه فين؟ اختفت. تعالى حتى لو مش مصدقني. تعالى اطلع شوف. جاكي يعني انت تعالى. تعالى 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 شوفها بسرعة تعالى ايه ايه اهي بص العروسة فين ايه ده ايه, ايه. ايه العروسة دي ايه. الست دي فعلا حذرتنا منها شكل كلامك اللي كان في الاول صح دي شكلها فعلا ملبوسة اختفت اختفت لا ترجع ورا الدولاب لا حصل اجري ايه. اه. اه. ايه. آه... تالين <applause> <تكلم> تالين انت هنا انا بقالي كتير بدور عليك آه... انا عايز اقولك ان انا جيت من الشغل انت فين يوسف ما شفتش ماما يوسف ده نايم هو كمان آه خلاص انا مش هصحيها عشان حاجه زي كده هدخل له. ممكن نايم تالين تالين انتي كمان مش هنا تالين هي راحت فين ايه ده المنامه مكتوب عليها هلم ايه ده وفين صحيح يوسف وفين عمر انا متاكد ان هو كان نايم هنا انا متاكد عمر عمر تالين انا لو لقيت تالين ان شاء الله هلاقي عمر وخصو... ودي مشكله كبيره انا مش لاقي تالينج خالص وكمان ايه الدم اللي كان على المرايه ده؟ ومكتوب ب... بلون الدم هيلب هو تقريبا نفس الخط اللي كان مكتوب على علبه البيتزا انا متاكد متاكد هتكون فين هتكون فين كده معقوله اختفت زي بتاع تعال... ما البيتزا اختفى لا اكيد آه. انا هروح ادور على تلين في اي حته قريبه في السوق هي اكيد في السوق او اي حته قريبه تلين تلين ممكن تكون قاعده هنا. هنا استنى انا عارفه انت بتكلم حضرتي ايوه بكلمك انت حضرتك بتكلمني ايوه انا عارفك عارفني شفتك قبل كده في البيت اللي هناك ده انت ساكن في البيت ده صح ايوه في حاجه انا من ساعه ما شفتك فيه امبارح وانا عايز اقول لك هو ازاي انت ساكن فيه ده ممنوع حد يسكن فيه بق... مين باعه اصحاب البيت كلهم مختفيين من سنين ميتين تقريبا يعني انت بتقوله انت بتقوله ده هو انت جديد في المدينه دي ايوه المدينه كلها عارفه ان البيت ده كان فيه عايش ساحر وكان فيه لعبه غريبه كده بيقولوا انا الصراحه ما يعني بس بيقولوا ان البيت ده فيه لعبه غريبه وممنوع نلمسها ولو لمسناها او ما لمسناهاش بنختفي كلنا واي حد بيدخل في البيت ده بيختفي انت ازاي عايش فيه وهل انت لوحدك في البيت قولي ان انت بتهزر ارجوك ارجوك قولي ان انت بتهزر لا اسال اي حد في المدينه هيقولك ان البيت ده كان بتاع سحر انت ازاي قاعد فيه وما حد بيبيعه اصلا ولا حد بيستعمله انت ازاي قاعد لا. فيه لا يوسف 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 كويس انا كويس كويس انا كويس انا لازم نروح احنا نمشي من البلد دي احنا نرجع بيتنا القديم ليه تعال بس هتفهم بعدين تعال يا يوسف ايه يا بابا في ايه هتفهم بعدين طب فين ماما بابا؟ يوسف <applause> جانا ليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جانا الان خبر عاجل جدا تم اختفاء عامل توصيل لدى اكبر مطعم بيتزا في عالم توكا واختفى العائل واختفى السائق واختفى الموصل واختفى الديري واختفت واختفت كل اثار الدراجه بتاعت واختفى هو وكل واختفى هو وال ما أيوة اقول والدراجه واختفى هو والدراجه الناريه حقتهم حقته تاني اجين اجين يلا يا حبيبي نام بقى عايز حاجة يا حبيبي؟ عايزك تطفي النور ايه؟ وليه تاني؟ عايزك تطفي النور حاضر تصبح على خير مع ان الاطفال حطيني اعوض بقى الكلب بوظ المقطع الباب مش هيخبط هيرن الجرس اسكتوا ماما نامي نفسك يلا يلا يا حبيبي يلا 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 واو نتالي انا بقالي كتير مستنيك ايه بدور انا راجع من الشغل من بدري وبدور عليكي تحت في ايه بقى انت فين نايمه وإيه اللي وقف في يكلمها فين ده أصلا؟ هي أنا بتريق البنت هتشوفها في السوبر ماركت بعد النهارده بكرة بالليل اليوم الجاي الليلة الجاية <متحدث>